جد سعداء أننا ننظم اليوم النسخة الخامسة من خيمة الإفطار، ولنا شرف كبير أننا كننظم أكبر خيمة بمدينة أكادير هنا أمام مسجد أبو بكر الصديق بحي الداخلة. تحضير الفطور كيبدا من الساعة 9 صباحا. هذه السنة هذه الحريرة كما كنقولوا، الحريرة كطيب عند الطباخة كما لاحظتوا في المنزل ديالها، في المقر ديال السكن ديالها، تفاديا اننا حيت هي المراه اللي عشت معنا هذه السنوات هذه، فهي من العطاء ديالها انها اعطتنا الامكانيه دي اننا نطيبوا عندها، وكنجيبوا الحريره من عندها حتى للقيطون هنا حتى للخيمه. الوجبه الرئيسيه اللي هي باينه هي البيض والتمر والفرماج والبتي بان والحريره، هذه وجبه دائما كاينه. زائد كنزيدوا اما القهوه اما اتاي اما الحليب كل النهار وكل يوم والبروغرام ديالو. اليوم كما كتلاحظوا كما كتشاهدوا معنا، فاحنا بصدد تنظيم هاد موائد الرحمن، وبصدد تهيئه الان الفضاء لاستقبال طلبه العلم وايضا عابري السبيل وعمال الاوراش اللي قريبه من الخيمه هنا في المدينه ديالنا وفي الحي ديالنا اللي هو حي الداخله. وكما كتعرفوا بان الاقبال اللي كيكون كبير هو اقبال ديال الطلبه ديال العلم. علاش؟ لان المده هذه او هذا الشهر هذا المبارك يتزامن مع الامتحانات ديالهم، فاحنا الحمد لله كنحاولوا اننا نعيشوا هنا جو عائلي جو اخوي من خلال التواصل ديالنا مع الاخوان الضيوف ديالنا الان هنا في الخيمه ديال الافطار. هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. كما كتشوفوا حنا ابناء حي كنساهموا في هذا انجاح هذه المبادره هذه اللي كيتراسها السي مهدي باغو والاستاذ زفوح. كما كتشوفوا فهمتي كيتعاونوا على الناس الطلبه، وبالنسبه للناس المسافرين فهمتي اللي ماشي ولاد الابناء اللي ماشي ابناء الحي وابناء المدينه كيجوا كيفطروا هنا. والهدف تاعنا هو افطار 500 صائم وصائمه. كما كتشوفوا هنا العدد تاع الصائمين والصائمات راه تجاوزوا 500 واحد، والحمد لله هادشي راه كيعود الفضل للدراري اللي ساهموا في هذا الانجاح هذا.